ازدهرت في القرن الثالث الهجري علوم الحديث الشريف، وتطورت بصورة كبيرة وبصورة باهرة، وظهر في القرن الثالث التصانيف والتآليف المهمة جدا في الحديث الشريف وفي علوم الحديث الشريف. وعلى رأس يعني هذه التصانيف والكتب، الكتب الستة: صحيح الإمام البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وسنن الإمام الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة. من يعني دي أشهر الكتب اللي هي المعروفة بالكتب الستة، واللي هي جمعت أصول الدين أو أصول الإسلام وفروعه. وأحب أن أنا أؤكد على مسألة مهمة، وهي إن هذا الازدهار في علوم السنة في القرن الثالث الهجري ما كانش وليد اللحظة، عشان الناس اللي بتتكلم أو بتقع أو بالحديث اللي يشوب كثير من الجهل عن إن السنة لم يعرفها أحد إلا لم تدون إلا في القرن الثالث، كل ده كلام مش مظبوط، لأنه هذه الكتب حتى الكتب الشهيرة الكتب الستة قامت أو قام هذا الجهد الخاص بالعلماء على جهود سابقة قبل كل جيل فيها في خدمة الحديث الشريف وعلومه بلاء حسن. وبرضو إذا احنا بصينا على رحلة تدوين الحديث الشريف هنشوف إنها مرت بالعديد من المراحل. يعني مثلا في العهد النبوي الكريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث الشريف في بداية الأمر، مع الإذن بحفظ الحديث والتحديث بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو وارد في حديث أبي سعيد الخدري عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وحدثوا عني، يعني قولوا الحديث وروه السنن اروها عني، وحدثوا عني ولا حرج، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أبا سعيد الخدري عن كتابة الحديث الشريف، وأذن لغيره في وقت آخر في كتابة الحديث الشريف، زي ما أذن لأبي هريرة عن كتابة خطبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللي النبي قالها عام فتح مكة، حين قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل منهم قتلوه، وطلب رجل من أهل اليمن من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو عجب هذا الرجل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، فطلب هذا الرجل الذي هو من أهل اليمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له الخطبة، يعني طلب منه أنه النبي يأمر الذي يكتب أو الكتب منهم بأنه يكتب لهذا الرجل الذي هو من أهل اليمن هذه الخطبة، لأن هذا الرجل اليمني رأى أن فيها ضررا وفوائد عظيمة. وبالفعل أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكتابتها لهذا الرجل الذي هو من أهل اليمن. عشان كده فسر بعض العلماء هذا الأمر كالتالي، يعني النبي نهى في وقت وبعدين أذن في وقت آخر، نهى عن كتابة وتدوين الحديث في وقت لكنه أذن بعد ذلك. طيب يبقى أنه العلماء قالوا أنه نهي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث ده كان وقت نزول القرآن الكريم، فنهى خشية التباس كتابة القرآن الكريم بكتابة الحديث، عشان كده أذن صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بكتابة الحديث الشريف، زي إذنه لعبد الله ابن عمرو بن العاص، وكمان إذن لسيدنا أنس ابن مالك وسمرة ابن جندب صلى الله عليه وسلم، أذن لهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم، وأبى صلى الله عليه وسلم إنه يأذن لبعضهم. فهم الصحابة الكرام هذا التوجيه النبوي الكريم اللي يعني حطوا أو وضعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر حتى لا يلتبس القرآن الكريم بالحديث الشريف في التدوين،
وده منهج ضبط النبي حطه، منهج ضبط في العمل التدويني للقرآن الكريم. يبقى كما فسر العلماء ان ده كان النهي وقت نزول القرآن عشان ما يحصلش نوع من اللبس في كتابة النصين، وفهم الصحابة ذلك الأمر، لأنه انت هتلاقي وشفنا ان هناك صحف للصحابة مدون فيها ما كتبوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن النبوة. يعني النهي عن كتابة الحديث كانت عشان وقت نزول القرآن، وللعلماء كلام كثير وكبير في هذه المسألة، فلم يكن هذا النهي أبدي، إنما كان وقت نزول القرآن عشان ما يلتبس الاثنين ببعض. ولذلك فهم الصحابة الكرام هذا المعنى جيدا، ووجدنا إن في صحف للصحابة مكتوب فيها. وحتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا إنه عمد بعض الصحابة مبكرا إلى تدوين الحديث والتجميع بتاعه، لأنه كان موجود، كان محفوظ في الصدور وفي السطور، لكن سعى بعض الصحابة الكرام إلى جمع الحديث الشريف اللي يعني اجتهدوا في ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. زي سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان بيدور على الصحابة ليسألهم ويكتب ما يحدثونه به من أحاديث سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، فاتته هو ما كانش يسمع، فبقى يدور على الصحابة اللي عندهم هذه الأحاديث التي لم يسمعها وسمعوها هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يدونها ويجمعها. والحقيقة إنه ما مضاش وقت كتير، يعني بعد وفاة سيدنا رسول الله وكان الصحابة وبعد كده الموجودين بيخدموا الحديث، ما فاتش وقت كتير حتى اعتنى كذلك التابعون، ده الجيل، هذا الجيل العظيم كذلك اعتنوا بجمع الحديث وكتابة الحديث مما كان محفوظا في الصدور والسطور. وكذلك اهتم الخلفاء والأمراء الأمويون على المستوى الرسمي أنه يبقى عمل للدولة ساعتها أو للخلافة ساعتها، يبقى هذا العمل عمل رسمي بجمع الحديث النبوي الشريف. مش معنى أنه كانوا بيجمعوا أنه الحديث ده ما كانش موجود وهم أوجدوه زي ما دول بيقولوا، لا، الحديث كان موجود في صحف وموجود في محفوظ الصحابة، سواء المكتوب أو المحفوظ، واللي كاتب في الرقاع واللي كاتب في الصحف. فالعمل إن احنا نجمع ده يكون فيه كتاب، اللي أطلق هذه الدعوة كما رأينا من الأمر الذي صدر من الخليفة عمر بن عبد العزيز بالتدوين الرسمي للسنة، يبقى عمل تقوم به في وقتها ساعتها الخلافة. فكان التكليف زي ما شفنا لبعض علماء المسلمين زي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب الزهري بجمع الحديث جمعا رسميا. كل ده انت بنمر بقضية التدوين منذ زمن النبوة حتى القرن الثالث الهجري. فقام التابعون، وقلنا من هم التابعون، التابعين دول اللي هم الجيل من المسلمين اللي شافوا صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما شافوش سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام العلماء من التابعين الكرام وتابعي التابعين بالعناية بالحديث الشريف وتنقية الحديث الشريف مما أصابه من وضع الوضعين الكذابين اللي كانوا بينسبوا أحاديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب إزاي يعني كانوا بينسبوا أحاديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأن في الوقت ده كان في هناك صراعات سياسية، وكان في خلافات سياسية وفكرية ومذهبية أدت إلى أن كل فريق عايز ينتصر لنفسه، ففي وضعين، في كذابين مش من أهل العلم، فكانوا بيسعوا عشان يضعوا الأحاديث لنصرة الفكرة السياسية الخاصة بهم وهكذا. فمن هنا اشتد هذا الجيل من التابعين بأن هم بدأوا يعتنوا بحفظ الحديث الشريف وتتبع الأسانيد. يعني ايه تتبع الاسانيد؟ يعني مثلا احنا بنقول فلان روى عن فلان عن فلان عن فلان، يبقى لازم فلان ده يبقى تتلمذ على فلان، وفلان ده شاف فلان ونقل عنه
هذا العلم ويتأكدوا كانوا من ده، وبيعملوا حاجة كمان البحث في أحوال الرجال، مين دول الرواة، السلسلة دي مين، يعني فلان ده التقى بفلان بشيخه كذا وأخذ عنه، ويتأكدوا وبيدون ده، مش كده وبس، ويبحثوا في أحوالهم، يشوفوا كده الوضع، هل ارتكب محظور قبل كده، هل قام بجريمة قبل كده، يعني كأنه صحيفة أمنية بيبحث فيها عن هذا الذي يقول بأنه أو هذا الذي يروي الحديث، وكذلك عهدوا فيه كذبا أو غشا أو خداعا، يعني وضعوا ضوابط دقيقة جدا في كمان مسألة علم الرجال. وبعد أخذوا يشرحون الرجال بلفظة يعني أهل الاصطلاح، أخذوا يشرحون الرجال اللي هم رواة الحديث، يفندوهم كويس قوي، لأن دول هيبقوا دول حملة للحديث، ولازم اللي حامل الحديث يكون من أهل الصدق والأمانة والاعتدال والانضباط، فيجرحون بعضا ويعدلون بعضا، فاستدعد منهم ان هم يروحوا يلتمسوا الاحاديث ويجمعوها من كل مكان ويبصوا في اسندها، مهما كلفهم ذلك العمل من ان هم يروحوا ويسافروا رحلات طويله وشاقه ويبحثوا عن العلماء وعن رواة الحديث ويجيبوا اصل الحديث من الذي روى الحديث من منبعه وهكذا، يعني عمل وجهد غير عادي. وبعد كده بدأت محاولات جمع وترتيب الحديث في أنواع من التأليف المبتكرة في منتصف القرن الثاني الهجري، وظهرت أسماء كبيرة مثلا على يد الربيع ابن صبيح وغيره، وابن جريج في مكة المكرمة، وسيدنا الإمام مالك اللي جمعوا في الموطأ، ده كان في المدينة المنورة، وظهر الأوزاعي في الإمام الأوزاعي في الشام، وظهر كمان سفيان الثوري في الكوفة، وحماد ابن سلمة في البصرة، ومعمر ابن راشد الصنعاني في اليمن، وكمان الليث ابن سعد ظهر في مصر، بما تيسر لهؤلاء العلماء من أحاديث جمعوا وصنفوا وألفوا وبقوا يجمعوا الحديث النبوي الشريف. كل دي جهود ولسه ما ظهرتش، يعني هذه الجهود التي سبقت الكتب الستة. وصنف هؤلاء الحقيقة ما جمعوه من الأحاديث، ورتبوا الأحاديث دي وحطوها في أبواب بحسب الأبواب والمواضيع، رعوا فيها الترتيب الفقهي زي ما بنشوف كده في كتب الفقه ترتيب الموضوعات فيها، وضموا كمان إليها بعض أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. كان التجميع للمادة العلمية، كان هذا الزمان يغلب عليه التجميع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين. ثم انتقل تدوين الحديث إلى طور آخر أكثر تطورا، فازدهر التدوين بازدهار أو ازدهار شديد أو بازدهار واضح جدا وجلي في عصر هارون الرشيد، لأنه ظهر أنواع من التأليف وطريقة كتب مبتكرة في التأليف، وتشعب وتنوع هذه أو تشعب وتنوع التأليف في مجال الحديث وعلومه، فظهر في مجال علوم الحديث الموطئات والمصنفات والمسانيد والسنن والأجزاء والجوامع والمستدركات والمستخرجات، وبلغ الحقيقة التدوين في الحديث أو تصنيف الكتب في الحديث الشريف، بلغ التدوين عصره الذهبي كده بحلول القرن الثالث الهجري اللي ظهر فيه الكتب الستة، وانتشر في القرن الثالث الكثير من علماء وحفاظ الحديث اللي أسسوا لعلوم الحديث، زي مين؟ زي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، اللي احنا كنا في صحبته في حلقات ماضية، وشفنا تكبد الإمام أحمد بن حنبل، وإنه يسافر ويروح ويجي ويشتغل شيال عشان يوفر النفقة، عشان يلحق عبد الرزاق الصنعاني في اليمن المحدث الكبير، وإنه يسافر شرقا وغربا متى
توفرت معاه الطاقة المالية لذلك عشان يجمع أكبر قدر من الحديث النبوي الشريف، وأمضى عمره يألف في المسند. زي مين برضو؟ زي إسحاق بن راهوي وابن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي. يعني كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده، والجيل الجديد بياخد جهد من سبقه وبيطور فيه، لأنه طبعا أدوات كل عصر مختلفة عن العصر اللي كان بيسبقه. فبالتالي مع تطور الحياة والأدوات وأدوات الكتابة ومدى عناية الخلفاء بمسألة التأليف والتصنيف والكتابة، كل ده كان ليه أثر في إبداع المسلمين في خدمة الحديث النبوي الشريف وعلوم الحديث الشريف. فبالتالي كل جيل كان متكئ على الجيل الذي سبقه مع الزيادة مع التطوير في هذا العلم العظيم. فرحم الله علماء المسلمين جميعا، وإن شاء الله كده نشرع على بركة الله بأن احنا نبدأ في اللقاءات المقبلة في الكلام عن كتب الحديث الستة المشتهرة من الصحاح والسنن، عشان نؤكد على تتابع الجهود المبذولة من علماء الأمة لحفظ السنة النبوية المطهرة. ونبدأ بالإمام الجليل الإمام البخاري صاحب الصحيح، ورحم الله تعالى جميع علماء الأمة.